التكوين لشهادة طنجة تتولى الدكتور عبد الوهاب بن عشيبة. مرحبا. نرحب أيضا بالسيد النائب الأكاديمي بوزارة التربية الوطنية السيد سعيد بغلوط. نرحب كذلك بسيد رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة طنجة دكتور محمد بنون الحسني. وممثل اللوبيا الجهوية للأوقاف والشؤون الإسلامية والأساتذة والأستاذات الفاضلات الآباء والأمهات وأولياء الأمور والتلميذات والأساتذة الحضور ونرشكم بأطيب العطور. يقولون إن لكل ختام مسكا. هذا الحفل الختامي اليوم في هذه الأنوثة الرمضانية مسك وعنبر واحتفاء بالمشاهدين والمشاهدين كي يشتهروا أكثر وأكثر. ما يرمز سنة كاملة من الجد والكد والعطاء من الجميع، أطر، أساتذة، تلاميذ، نيابة وزارة التربية الوطنية بطنجة، الأكاديمية، والتي تكريسا لثقافة تشجيع المتفوقين وتتويج التلاميذ النجباء الذين تفوقوا بشتى المجالات، وكما ذهبت على ذلك نيابة وزارة التربية الوطنية بطنجة أصيلة نهاية كل سنة دراسية. وَقَالَ رَبَّنَا إِذَا الْكَلِمَ الْمَصِيرُ
على مستوى
الطبقة التي انضمها الجزء الضيق بحيث كما يتعلق بأحسن مقاولة الشابة تميزت ثانويتين في هذه المسابقة. ثانوية فازت بالجائزة الأولى على مستوى بريدو ميتين، وكذلك الثانوية تاع الباس 60 التي شاركت في المراحل النهائية في هذه المسابقة. كذلك هناك مجموعة من الإنجازات على المستوى الرياضي التي حققتها فرق المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني، بالإضافة كذلك إلى مجموعة من المسابقات التي تميز فيها التلاميذ على مستوى الإبداع الأدبي الواحد داخل المؤسسات التعليمية. وهذا هذه الحركة وهذه الدينامية ساهم فيها بشكل كبير الأطر التربوية داخل المؤسسات التعليمية وكذلك تلميذات التلاميذ. أختتم في النهاية أشكر وأنوه بالنتائج التي حققتها كذلك بعض المؤسسات التي وصلت فيها النسبة على مستوى النتائج ذات نسب متميزة، وكذلك بعض التلاميذ الذين حصلوا على معدلات متميزة. أشكر الجميع وأتمنى أن موسم المؤشرات التربوية تكون أحسن بكثير من السنة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للسيدة صاحب الوزارة الإقليمية لوزارة التربية. Thank you.
مقطع موسيقي من أداء الميلاد وتلاميذ إعدادية حسن بن ثابت. وشكر أيضا للأستاذ سعيد الزميد. طبعا بعد هذا العطاء هناك وصل الحضريف للمرحلة السادسة من التعليم الابتدائي على التلميذ محمد ربيع الأندلسي عن مدرسة عبد الرحمن الجاني. التلميذ إذن محمد ربيع الأندلسي مدرسة عبد الرحمن الجاي الذي حصل على معدل 9.72 تشجيعات حسنة. هذا يشكر رئيس المدير الأكاديمية الشعبية للتربية والتكوين جهة طنجة تطوان الدكتور عبد الوهاب بن عجيبة. دائما في وسط الحضرين لديه ايضا الايمان العيادي هي ايضا متفوقه من سنه سادسه من التعليم الابتدائي. لان ايمان العيادي التحق بنا هي عن مدرسه الاندلس حاصله على نقطه 9.62. كذلك الجانب الثاني هذا ايمان سيد مدير الاكاديميه مشكور للتربيه والتكوين جهه طنجه تطوان الدكتور عبد الوهاب بن عشيق. تحيه لايمان وتحيه لمحمد ربيع الاندلسي وايمان العيادي المتفوقين في السنه السادسه من التعليم الابتدائي. محمد ربيع الاندلسي عن مدرسه عبد الرحمن الجاي وايمان العيادي عن مدرسه الاندلس. كذلك الوسط القروي الحاضر هو ايضا نفس التفوق والجد والكد. دائما السنه الابتدائيه والسادسه من التعليم الابتدائي في الوسط القروي نادي على نجوى الهبطي. نجوى الهبطي والنادي وكذلك على سميه الهيوش. نجوى الهبطي حاصله على معدل 9.48. هي عن مدرسة مولاي أحمد الطرداني. عفوا. إذن نشكر رئيسكم على الدكتور عبد الوهاب بن جمال مدير الأكاديمية الجوية التربية والتكوين بطنجة. إذن كذلك النادي وعلى سمية الهيوش اللي جابت معدل 9.39 عن مجموعة مدارس الأعوام. التلاميذ كانوا إذن هما من مدارس التعليم العمومي وأيضا التعليم الخصوصي. كان حاضر معنا إيمان النادي. إيمان النادي كن حاضرة معنا اليوم لتحصل على جائزة هي من مدرسة النور الخصوصية. إيمان إذا ننتقل أيضا لجوائز أخرى دائما مع المتفوقين من هذه المرة من السنة الثالثة من التعليم الإعدادي. وغادي يسلمنا جوائز السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية سيد سعيد لطفى ليتفضل مشكورا. نادي إذا في الوسط الحضري وداد بن خضرة. وداد بن خضرة هي عن إعدادية ابن رشد حاصلة على معدل 19.48. إذن وداد بن خضراء المولود 19.48 على إعدادية ابن رشد. شهدين السيد سعيد بلوط النائب الأكاديمي وزارة التربية الوطنية. ونادي أيضا على إيمان الخالي. إيمان الخالي من إعدادية الأطلس. إيمان التحق بنا لتسلم الجائزة. إيمان حاصلة على معدل 19.11 هي عن إعدادية الأطلس. في الوسط أيضا القروي كان حاضر الناس والفائزين. كانت معنا الفائدة في الوسط القروي دائما عن السنة الثالثة من التعليم الإعدادي تلتحق بنا لمياء خيرون في تسلم الجائزة من طرف السيد سعيد بلوط النائب الرسمي لوزارة التربية والتعليم. لمياء خيرون حاصلة على معدل 18.30
أمينة على يد عن إعداديات سيد اليمني أيضا عن معدل 17.81 سنة ثالثة أمينة على يد. إذن التعليم الخربي أما التعليم الخربي العمومي أما التعليم الخصوصي فالفائدة هي سليمة شكرون تتحق بنا جبكو عند 19.41 على أداية الأعمال الخصوصية. إذا تحية تقدير جهة التلاميذ المتطوعين اليوم معنا لهم في العطاء استمرارية مسارهم الدراسي. بجهة طنجة أصيلة، إذا الفمعة أقوى من الحظ.